الموعظة بها. الأزمة في اللغة هي الشدة، يقال أزم العام إذا قحط، وتعريفه في الاصطلاح، تعريف الأزمة في الاصطلاح هي تهديد خطير يمكن أن يعصف بأهداف وقيم ومعتقدات أو ممتلكات للأفراد أو للدول، سواء كان هذا واقعا أو متوقعا. عندما نلحظ حالتنا اليوم نلحظ أننا بالفعل في حال أزمة كدولة وكأفراد. الأفراد اليوم يتعرضون لأزمات ضنكة وشديدة، صحيح، على مستوى المعيشة الفردية وإدارة حال الأسرة، أيضا العموم الشعب يعاني كأمة وكدولة. نلاحظ أن مصير البلاد كما يقولون في مرحلة من الخطر، والحالة غير المرئية. نعم. كثير يعاني من سوء الرؤية والضبابية لمستقبل البلاد عموما، حتى مستقبل الدولة كدولة وليس فقط مستقبل الأنظمة. نعم. الحاكمة بها. نعم. بالتالي فالأزمات متوفرة للأسف الشديد، من دورنا أن نتفقه في أسباب نشوء هذه الأزمات وفي كيفية علاجها. نعم. وهل قصرنا في الاحتياط للوقوع في هذه الأزمة وهل يمكن أن نتدارك؟ فأعتقد أننا في هذا الأمر ما يقال، والشريعة لها موقف من كل هذه الأسئلة. طيب.